الرحيم. على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. صدق الله العظيم. أيها الأخوة المواطنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في كل مكان من صوتكم، صوت الشعب العراقي، استوديو 9 لهذا اليوم الاثنين 19 من أيلول من عام 2022، ومعكم ابنكم وخادمكم أنور الحمداني. وإلى أهم العناوين لهذه الليلة: المناصب والرتب والامتيازات، ضعيف النفس بس البيهن يحير اللي بكل قلب متعوب تذكار، وكلمات أصبحت مثل المناشير، إذا مر بدرب تتزاحم الناس علي ويتعب اللي ياخذ تصاوير. وحقك لا غرور ولا مزادات، ولكن كل حقيقة تريد تبرير. أنا نخلة البرح الرفضة تطيح، أنا نخلة البرح الرفضة تطيح، أطولش ما تقص بي المناشير، ربيت بدهلتك وانهارك تفور، دم ودمع والطول المشاوير، الصقور بكل عزمها تواكح الريح، وتهج بالعاصفة صفوف العصافير، وانا بحلق المرارة وساعة الضيج، قوافي الوذن بس انده تغير، اخاف يظن بعضهم شان الغيظ، ويحسبون العتب وياك تقصير، عشت ليل المحن وياك، عشت ليل المحن ويل وعذابات، ولا دورت بالشدة المعاذير، ألج باسمك لجيج الطير للطير، وأنا المصلوب وبشف البسامير، يلي بتضحياتك عرفت الناس المبادئ للبشر مو للخنازير. أقيم الأعلى قمة جبل في كردستان العراق إلى أعلى نخلة باسقة في البصرة الفيحاء. عاش العراق، عاش العراق، عاش العراق. فخامة السيد الرئيس نيجيرفان بارزاني على رأس وفد العراق للمشاركة في تشييع ملكة بريطانيا الراحلة، ولقطة مهمة ومثيرة للسيد محمد جعفر الصدر تثير المتابعين برفضه الإنحاء أو عدم انحنائه لجثمان الملكة. عندي يعني طلب صغير قبل قليل من احد المواطنين في من محافظه السماوه، انه اجى على مود رقم، اجى لدائره بغداد حولوه على مود رقم كلش بسيط، يعني حولوه شلونك عمو بس دقيق، اريد نعرف ليش ابو السماوه ارسل المواطن الى بغداد وقال لك هم المعامله الا بالعامه. اكيد اكو اجراء معين زين يحتاج انه تخصيص رقم التقاعد يكون عن طريق ما يصير يحتاج انه انترنت بريد يصير لا خاصة. ممكن هاي معناها هذه اكو اشكال بها هذه المعامله وطلب تدقيقها داخل المديريه عندنا في بغداد. لا تتصور الفروع كلها عندها صلاحيات، هي على مستوى ملاحظيات عندها صلاحيات تمشي معاملات تقاعديه. نعم هو الموضوع مو صحيح انا افتح على كل المكانات، بس كلها لاجل تسهيل المهام وتسهيل الاجراءات بالسرعه هذه. والليلة الفاسدون يوجهون رسالة لرئيس هيئة التقاعد السيد اياد جبوري ويقولوا له اترك الفقراء ودير بالك عليهم. التفاصيل في استوديو 9 بعد قليل. شيوخ وعشائر الانبار تدري بهم ناس اهل غيره
أهل كرم، أهل فزعة، ما يقبلون الضغينة، ما يقبلون المشاكل، ما يقبلون الفرقة. اتحدت الشيوخ والعشائر، وأنا من أحد مؤسسين العشائر المتصدية للإرهاب في 13/7/2014 اللي البيان صار يوم الشيخ نعيم القعود مع الشيخ عبد الرحمن مشرف تيخان أبو ريشة والشيخ نعيم. طيب. أدت إلى جلوس الشيوخ وكبار شيوخ الأنبار، ووصلوا إلى عدة نقاط، أنه الموقف السني يجب أن ينتهي تهميش السنة، يجب أن يتصدر المشهد السياسي للسنة قيادات لها وزنها. والليلة في استوديو التاسع حوار صريح جدا مع الشيخ إبراهيم الدليمي عن آخر المستجدات السياسية، ترقبوا ذلك في استوديو التاسع. بسم الله الرحمن الرحيم، أبدأ كلامي مع أهل العراقيين وأنا ابنكم وخادمكم بالصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا ونبينا الأكرم النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله الكرام الأطهار وعلى صحبه أجمعين، ورضي الله سبحانه وتعالى على صحابته رضي الله عنهم أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان وعلي. أيها الأخوة المواطنون، أيها الأحبة في كل مكان، كمواطن عراقي أنا أنظر للقضاء رغم كل اللي صار علي شخصيا، مو بس على الناس، أنظر للقضاء بأن القضاء العراقي سيبقى شامخا بإذن الله تعالى، وأحترم القضاء العراقي أجل احترام مع تسجيل ملاحظاتي كمواطن عراقي بإيماني بما قاله سيادة رئيس مجلس القضاء الأعلى سيادة القاضي فائق زيدان بأن القضاء بحاجة إلى الكثير من التطوير والتجديد والإصلاح في مفاصل مختلفة منه. أما أنا والله اليوم ما أدري، زميل مخرج أثير الشمري والدكتور علي الشمري يقولون أكو اثنين من شمر، والله ما أدري، واحد اسمه أسمر الشمري، واحد اسمه، واحدة الثانية اسمها نيرة لو نارة الشمري، هم حياهم الله شمر كلهم جميعا، أهلي وناسي وحبتي وأنا احترمهم وعزهم وكل العراقيين أهلي. أنا ابن الأمة العربية كما أنا ابن الأمة الكردية كما أنا ابن الأمة التركمانية، أنا أخو الأزيدي وأخو الصابئي المندائي وأخو المسيحي، كلكم أهلي، أنا عراقي، ومحبتي لكم تخليني أقول سيبقى استوديو التاسعة صوتكم. أما البعض يشكل أنه أنور ممكن يجيبوا له جزء منا، يجوزوا له يجيبون جزء منا ويحطوا لهن هيك هاي افكتات، ما شي يسموهن صلاح العبد الله ما اعرف يسموه صلاح عبيدي شي يسموها افكتات، ويدمجوهن بعض البعض. والله يا اخواني يا ريت لو اذا اكو تسريبات على انور حمداني مثلا، اذا اكو تسريبات على انور حمداني فضحوني يا جماعه، اذا مهدد السلم الاهلي ومهدد بضرب النجف الاشراف افضحوني، ليش ساكتين عليه؟ إذا أرد اغتال السيد مقتدى الصدر افضحوني، ليه ساكتين علي؟ إذا أرد أسوي مؤامرة وأدخل الأربيل وأسوي تفجيرات بأربيل وبالبصرة افضحوني، ليه ساكتين علي؟ إذا أستهدف السنة وأنسق ويا المجموعات الإرهابية الموجودة بوادي حوران وموجودة بجبال مكحول وأرد أدخلهم حتى الإرهابيين يدخلون مرة ثانية يرهبون الناس ويدمرون مدنهم ومحافظاتهم افضحوني، ليه ساكتين علي؟ إذا لي دور بتسليم ثلثي العراق، مو ثلثي العراق، إلى الإرهابيين الدواعش حتى يحتلون الموصل ويحتلون صلاح الدين بالهورنات ويقتلون أبنائنا وشبابنا في معسكر سبايكر فضحوني، ليه ساكتين علي؟ إذا تقرير الموصل وسقوط الموصل مكتوب اسمي أول اسم بأن أنا سبب سقوط الموصل فضحوني، طلعوا التقرير ليش ضامنا علي وعلى الناس؟
كل هذا لكم. واذا انا ما اخذ 1200 مليار دولار ومشارك بالكعكه وما اخذ حصتي من الكيكه، هم يفضحوني ليش ساكتين عليه؟ اذا مشارك بالانتخابات وزورت ودفعت حتى صير نائب، هم يفضحوني ليش ساكتين عليه؟ كل ذني لكم حريه في ذلك، كلكم افضحوني. وبالعكس لكم حسنتين مو حسنه واحده، لانه انتم هنا أنا مو جاي تفضحون انور حمدان اذا عنده كل هالسيئات والجرائم والمصايب، وانما جاي تنقذون الشعب العراقي. اذا انا مثلا خاف انا جاي اخذ عقود مال وزاره التربيه واسوي مناهج دراسيه وطباعه كتب، هم افضحون اللي ساكتين علي. خاف اني ما اخذ فندق رمادة ما ادري ايش اسمه وسوي ملهى وبار، هم افضحوني اللي ساكتين علي. افضحوا ذني كل اللي الشعب العراقي، افضحوني افضح غيري. اما قلت رأي وجيتوا منتجتوا وسويتوا، هذا شأنكم. اما تريد تقيمون انور الحمداني فانا اقدم لكم كقائد جماهيري، نعم انا قائد رأي جماهيري. انا عمري ما قلت انا لا مذيع ولا قلت انا اعلامي، وانما انا مواطن، انا ابنكم وخادمكم، خادم كل العراقيين، خادم كل الثائرين. وقفت ويا التشرينيين الصادقين لأنه كانوا يطالبون بوطن، ورحم الله شهداء تشرين. وقفت ويا تظاهرات الغربية في بدايتها واعتصاماتها لأنها حق مشروع، وكان أهل السنة والجماعة واقع عليهم ظلم كبير، وكان من يحكم يسميهم بجيش معاوية وجيش يزيد. وقفت وساندتهم وكنت صوتهم، ورحم الله شهداء الحويج ومخيمها. وقفت ويا عاشوراء وثورتها المباركة لأنه اللي قادها مو إنسان عادي، قادها حفيد الإمام الحسين عليه السلام. ورحم الله شهداء عاشوراء وأسكنهم فسيح الجنان، شاء من شاء وأبى من أبى. تريدون تسوون لجنة محايدة حتى تقيمون أنور الحمداني؟ والله راح نعطيكم موقف يمكن لأول مرة تسمعوه، مو من أنور الحمداني كمواطن، من أي واحد يقدم حوار وقائد رأي جماهيري بالعالم كله مو بس الوطن العربي، على مستوى العراق. أنا أقدم، أنا مستعد أن أخضع لمحاكمة من لجنة حكماء محايدة، هم سماحة السيد مقتدى الصدر حفيد الإمام الحسين عليه السلام، والسيد الرئيس مسعود بارزاني الزعيم للأمة الكردية ورئيس الكرد في العراق، والسيد رئيس البرلمان السيد الرئيس محمد الحلبوسي. هذه لجنة ثلاثية، خل تقعد تقيم أنور حمداني. إن قيمتني بأنني مدان أنا مدان، إن قيمتني بأني غير مدان تحترمون رأيها. تريدون أضيف لكم طرف آخر محايد وياهم؟ رئيس الاتحاد الصحفيين العرب اللي هو رئيس أو نقيب الصحفيين العراقيين السيد مؤيد اللام. هاي اللجنة تريدون تحاكموني؟ هذولا شيحكمون علي أنا جاهز، شيحكمون شي يقولون علي أنا راضي. أما تريدون سكتوه صوت استوديو التاسعة، يا أخي سكتوه. بس هل تستطيعون أن نسكتون صوت 40 مليون مواطن عراقي يرفضون أن نرجع إلى الطائفية أو أن نرجع إلى القومية أو نرجع إلى الصراعات المذهبية والحرب الأهلية؟ هل تستطيعون أن تسكتون مواطنين يقول لك يا أخي أنت ليش تمس مقدسات السنة أو الشيعة، سواء كنت رادود ولا كنت مطرب مقام؟ هل راح تقبلون؟ هل تقدرون تسدون أصوات الناس؟ هل تقدرون تمنعون ابن البصرة وابن الناصرية وابن العمارة أن يحلم بمستقبل أفضل؟ هل تستطيعون أن تمنعون ابن الأنبار وابن الموصل وابن ديالة وابن صلاح الدين وابن كركوك لما راح بعد التهجير إلى أربيل أن يشعر بأنه ليش الكردي جاي يتقدم بفضل قيادته وليش جاي نتأخر ونرجع وراء؟ ما تقدر كل ذولا تمنعوهم. إذا الحل شنو؟ الحل اسمعوا للناس، لا تصادروا الأصوات، وإنما اسمعوا الجميع واحترموا هذه الأصوات وبطلوا طائفية، بطلوا. أنور حمداني خادم الشعب العراقي، صوت العراقيين جميعا، وأنا ابن من قاوم المحتل الأمريكي الغاشم، بل أنا الذي أيضا قاوم المحتل الأمريكي الغاشم، أنا ابن الشهيد على إيد الاحتلال الأمريكي الغاشم،
وأخو الشهيدة على إيد الاحتلال الأمريكي الغاشم، وعم الشهيد على إيد الاحتلال الأمريكي الغاشم، وخال الشهيد على إيد الاحتلال الأمريكي الغاشم. فما تزايدون عليه ولا تقيمون أنتم. وأنا ابن أهل الدين الصحيح الغير المزيف، ابن الجعفرية وابن السنة وأهلها الكرام، فلا تزايدون عليه بهذه النقطة. أما نارة وأسمر خلوهم يعني، خل عندهم مجال زايد يعني، يبدو ما عندهم شيء يشغلون به حقيقة. اليوم فخامة السيد الرئيس نيجيرفان بارزاني مثل العراق في تشييع ملكة بريطانيا، لا تطلع بالمادة بس خلي أكمل الجملة. ومما يحسب لفخامة الرئيس السيد الرئيس نيجيرفان بارزاني، يا أخي تفرح إنه هذا يمثل العراق، هيبة والله، هيبة والله هيبة. وأرجع أتمنى كمواطن إنه الرئيس نيجيرفان هو يكون رئيس جمهورية العراق. يا أخي هيبة، هيبة وصدر ديوان من صدق، هيبة هيبة، زلمة زلمة مالي مكانه، ويستحق أن يكون رئيس جمهورية العراق. فاليوم شفناه هو وأيضا السيد محمد جعفر الصدر، ابن الشهيد الصدر الأول سفير جمهورية العراق في المملكة المتحدة، اثنيناتهم مثلوا العراق. والله أنا شخصيا فرحت يعني قلت انظف اثنين دزوهم، لأنه الله يعني تدري احنا البعض مختلفين، يقول لك يصير نترحم على المسيحي، والبعض يقول لك ما يصير نترحم. الله يرحم الجميع، الله يرحمها ملكة بريطانيا، الله يعني الله هو اللي يقدرهم، واحنا الله يرحمها ويغفر لها، لها ما لها وعليها ما عليها. المرأة احنا يعني المرأة عمرها 96-97 سنة، عاصرت من الملك فيصل الثاني إلى، بس بحياتها عاصرت الكل يعني، من الملك فيصل الأول، لكن كملكة من الملك فيصل الثاني إلى الأخ الرئيس الحالي. فاثنيناتهم كانوا بالتشيع ممثلين لجمهورية العراق، وشاركوا بمراسم التشيع. يعني أنا والله السيدة يفترض هي قرينة السيد جعفر، أنا ما أعرف يعني، بس قيل إنها قرينة السيد جعفر الصدر. وهذه عندما دخلوا إلى قاعة إلقاء النظرة الأخيرة على الملكة إليزابيث الثانية. طبعا هاي اللقطة راح أجي لها بعد شوية، هذه اللقطات ترجع لزب المخرج. يعني أثار انتباه الكثير من المغردين والمتابعين أنه السيد جعفر الصدر لم ينحني إلى جثمان الملكة عند إلقاء النظرة الأخيرة. أريد أقول هو كبروتوكوليا ما مجبر أن ينحني، يعني بروتوكولات مو كلها أنه مثلا أنت تعتمد على يعني خلي نقول ذاتك أو معتقداتك وما تقدس. يعني اللي قام به الرئيس السيد الرئيس نيجيرفان بارزاني هو بروتوكوليا صحيح 100%، لكن السيد جعفر الصدر حقيقة بالمكانة الدينية قد يكون أهم من ملكة بريطانيا، وهو بالفعل أهم من ملكة بريطانيا بالمكانة الدينية التي ترجع تشريفا إلى الإمام الحسين بن علي وابن عم النبي الأكرم ووليه. يعني هذه قدسية كبيرة يعني لا يملكها أي واحد إنسان، وبالتالي هو حفيد النبوة وحفيد بيد النبوة، لا ينحني إلا لله، لا ينحني لله، فلم ينحني. هذه اللقطة يعني من حقه لا ينحني، يعني مو أكو مثلا أنت لازم تلتزم بعكس، فلم ينحني. مثلا شفنا بروتوكوليا الرئيس نيجيرفان انحنى، لكن سيد محمد جعفر السيد الصدر لم ينحني، وهذا نعم ضمن القدسية لا يمنعه شيء، وإنما إجراءه صحيح، ولأنه من عائلة لها قدسيتها ترجع إلى هم أحفاد النبي الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اليوم عندي رسالة حقيقة إلى السيد رئيس هيئة التقاعد العامة سيد أياد جبوري. ليش رسالتي السيد أياد جبوري؟ السيد أياد جبوري جاي يشتغل صح، لكن الفاسدين يريدوا يوصلوا له رسالة، يقول لا تشتغل للناس البسطاء والمتقاعدين، ولازم يحابيهم. شلون يحابيهم؟ إنه يمشي لهم شغلاتهم اللي هي عكس المنطق، يعني نعم عكس المنطق. يعني أنا أعتقد إن السيد أياد الجبوري بمهمته هذه
حمل الأمانة كما أراد الله التي لم تحملها الجبال. تعرفون ليش؟ لأن التقاعد في العراق هي عبارة عن بوابة للفساد، اللي يجيب لك معاملات مزمورة، واللي يجيب لك معاملات غير صحيحة، واللي يجيب لك أكاذيب كثيرة باسم انه والله ما ادري كان وين وما ادري سوى، وبزمن صدام وبزمن غيره وما ادري شنو. فهذا ان تقعد تبحث بمصداقيتها وان تؤدي واجبك، هذه مو مسؤوليه سهله. وللاسف اكو بعض الاصوات النشاز من خلال صفحات صفراء، وواحد منهم للاسف يشتغل بشبكه الاعلام العراقي. من المعيب أن هذا الشخص اللي للأسف هو لا يستحق أن يذكر، لكن شبكة الإعلام العراقي يجب أن تحقق بالأمر، مسوي حملة من خلال صفحات الصفراء ضد السيد إياد جبري. طلع السيد ليه عنده يشتغل للناس؟ خلوه يشتغل استحوا، خلوه يشتغل الرجال. وأنا أطالب الجميع من العراقيين أن يوقفوا له، المتقاعدين أن الساندو تريدون مو بس يشتغل لكم، ساندو حتى يشتغل لكم، ساندو حتى يصد الفاسدين وحتى يصد الصحف من الصفراء ويشتغل لكم. لكن ما تساندو فالعبيكم يا عراقيين، لا تروحون تتبشبشون وتقولون والله معاملات التقاعدية متأخرة. ساندوا هالرجل، أوقفوا إياه، كونوا وياه لا تكونون عليه إذا تريدون بالفعل الشغل يكون صحيح. فأنا من الاستوديو التاسعة وحيي السيد إياد جبور رئيس هيئة التقاعد وكل العاملين معه، ونقول له احنا صوتك وجاي يوصلنا جاي يسوي. وينه؟ أسمر الشمري ونار الشمري ما يسوون؟ متابعون الملف؟ لو هاي ما بها ايه. المهم حقيقة السيد رئيس مجلس الوزراء الأخ أبو هيا هو يغادر إلى نيويورك للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة باسم العراق. قال بأنه أدعو القوى الوطنية والسياسية إلى التحلي بالهدوء والصبر، ما طلع لي بالله السيد الكاظم، والركون إلى لغة الحوار والعقل والتسلح بإرادة صلبة وروح وطنية عالية لنعبر ببلدنا من هذه المرحلة إلى بر الأمان في هذه اللحظة التاريخية عبر حوار الوطني القادر على إنتاج حلول لتنهي هذه الأزمة الراهنة. مصطفى الكاظم رئيس مجلس الوزراء القائد العام قوات مسلحة. بس أنا عندي ملاحظة، إذا ترجع لها ارجع لي بالله، ارجع لي هالبداية نفس الصورة. ليش هذا الكتاب؟ شو ما بي شعار هذا؟ المن يتبع الكتاب؟ يعني هل هي تغريدة، كتاب رسمي؟ البيان ما يصدر هيك يا أخي سيد رئيس مجلس الوزراء، أنت القائد العام قوات مسلحة رئيس وزراء، لو يصدر البيان بورقة رسمية عن رئاسة الوزراء او بورقه رسميه عن بصفتك القائد العام قوات مسلحه، ما يصير تصدر بهالشنو يعني، ما بي توقيع ولا بي شيء يعني. اداريا يفترض مكتبك الموقر يهتم بهالشغله. تدري ليش؟ لانه هذا جزء من شخصيه العراق، المسؤوليه عندما تحترم يحترم المسؤول، وعندما تهان المسؤوليه للاسف المسؤول يعني تاخذ من جرفه. هذه اكون صادق وياك حقيقه. الان يسرني ان يكون وياي الشيخ إبراهيم الدليمي. الشيخ إبراهيم الدليمي يعني أنا أعتبره جندي المجهول واللاعب المجهول في كل التحركات السياسية بحكم علاقاته الواسعة. ممكن واحد يقول لي إيه بالطيف السني، لا مو بالطيف السني. اللي يعرف إبراهيم الدليمي يعرف أنه هو مع كل أطياف المجتمع العراقي موجود. فلهذا نريد نعرف من عنده آخر المستجدات. شيخ إبراهيم حياك الله ابن العم. الله حيه وحي الله مباك وللشرف وللفرحة أنه ألتقي بهذا الوجه الطيب والكريم. وقبل ما أبدو وياك اتخذت من وقتي نص ساعة، راح أخذ من عندك دقيقة إذا تسمح. تأمرني على رأسي ما يمر عليك. أولا أنت طالبت الرئاسات أن تكون محكمة للشعب العراقي. لا لأنور الحمداني تدري بي أني كنت لا مرافعين علي. نعم دعوة نعم اقول اسوي محكمة لنور الحمداني. دعوفهم ذولا، لا تخلينا اطلع ملاتهم واطلع تاريخهم الاسود. واليوم راح اعطيك مفاجأة على واحد منهم. بس اسمعني. انا كنت الناطق الرسمي لشيوخ وعشائر الانبار اللي اسسناها بعد احتلال داعش لمدة سنين طويلة. نعم. ومن خلال يعني مراقبتنا اليك
أنا شيوخ وعشائر الأنبار وصلاح الدين ونينوى باسمهم وأنا أتحمل المسؤولية أعلن عليك يا أستاذ أنور الحمداني حكم باسم الشعب. أرجو أن تسمع من عندي. أسمع. أولا أنت عراقي، ابن عراقي، ابن عراقي، عربي، ابن عربي، ابن عربي، مشهود لك بالوحدة ومشهود لك أنه أنت من قلة من الإعلاميين اللي تحاول توحد الصف العراقي، وأيضا أنت جده مجهول. فإذا عليك حكم من الشعب العراقي أن تستمر بهذا النهج الوطني اللي يحب الله وحبيبي وحبيبك محمد رسول الله. وأقول لك نشكر المرحومة الحجية أمك اللي حملت بيتشز لما زين مثلك، والرحمة إن شاء الله لأبوك. استمر على هذا النهج وإلا نحاكمك كعراقيين محاكمة ثانية. فأنا هذا حكمنا عليك، هذا رقم واحد. الله يسلمك. هذا واحد. رقم اثنين، يعني اسمح لي عن طريق برنامجك. تفضل. أكو بعض الأصوات قبل كم يوم، وأني البارحة كنت أيضا كل يوم تدري بقناة قناتين، أني البارحة يعني كل قناة دا أطلع بيها دا أدين وأستنكر باسم شيعة العراق وباسم سنة العراق وباسم مسيحي العراق وباسم أزيدي العراق ما تلفظ به بعض المطربين الذين يقبضون الثمن أو ما يسمون الرواديد. هؤلاء الذين باعوا العراق وسكنوا خارج العراق ويحاولون أن يخلقون نعرة طائفية داخل الشعب العراقي لأجل تأجيج أزمات مجتمعية بين الشعب العراقي، نحن نستنكر هذه النعرات ونستنكر هؤلاء. وأطالب باسم العراقيين جميعا من السيد رئيس الادعاء العام ومن جناب السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى أن يحاكم من تكلم بالطائفية على صحابة رسول الله وفق المادة 111 من قانون 1969 على المادة 200. هذا المفروض يحكم أيضا، وبدلالة المادة 4 الإرهاب زاء اللي تقول كل من حرض أو على نعرات طائفية أو حرض على الاقتتال الطائفي. فأرجو من القضاء أنه ومن المحامي اللي رفع عليك دعوة اللي هو أستاذ أحمد الشمري، أقول لك يا أستاذ أحمد الشمري باسمي أنا شيخ إبراهيم الدليمي ابن المضيف وابن الروادي، إذا كنت أنت محامي وخليت إيدك على القرآن الكريم حتى تنصف وتكون القضاء الواقف عن طريق الست أحلام، أطالبك أن تقيم دعوة على هذا اللي سبب نعرات طائفية وتكلم بطائفية وتكلم على صحابة رسول الله، اللي احنا نحترم صحابة رسول الله مثل ما نحب ونقدس وننحني الى آل البيت الكرام. فعلى نقابة المحامين ان تبعث على هذا المحامي المحترم وان تقول له ان لا تكيل بمكمالين طائفيين، ان لم تبعث او تقيم دعوة عليه فانت اكيلت بطائفية، وان احببت ان تشتكي عليه حياك الله. اذا لا ترعب على انور الحمداني، يعني مو لان انور هسه قدامي، لا على راسي انا وراه حكيتها. اذا تقيم دعوه على الطائفيه تقيمه على اللي دي يحاول يخلق نعرات طائفيه، مو على اللي يكلمنا ويقول احنا آل بيت النبي ويتكلم بسيد سماحه السيد مقتدى وبالسيد الرئيس مسعود وبكل القيادات وبكل طوائف الشعب العراقي. وهذا المناشدة الثانية اللي أشكرك عليها وأكد عليك يا أستاذ أحمد الشمري باسم عدالة الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، أقيم الدعوة على أستاذ أنور. أوكي حقك، قيم دعوة على ذاك الثاني اللي سب الصحابة وحاول يخلق نعرات طائفية. شكرا لك على رسالة أستاذ أنور. الله يسلمك. أنت الوقت كله لك يا شيخ، واستوديو التاسعة ترى برنامجك، تاسعتك يعني أنت حر بكل ما تتحدث وبكل الوقت لك. وصراحة يا شيخ أنا أريد أقول شغلة بس، يعني إحنا هسه حائرين أكو حكومة لو ماكو حكومة. أشو الجماعة يعني أنا استغربت حتى مثلا يعني وفاة الملكة إليزابيث وبعدين دزوا على الوفد العراقي دازين بس على الرئيس لجرفان، زين شو عجب شو ما يعني يعني والباقي إيش دي تعتبرهم بريطانيا بتقديرك؟ وأنا سامع لك مرة تصريح خطير قلت العراق متجه إلى أن يكون بريطانيا إذا تتذكر قبل 3 أشهر إذا أنا مغلطان، قلت بريطانيا لها تأثير أكثر. طيب شو بريطانيا الجماعة ما داز عليهم، داز بس على رئيس نيجيرفان. لا هو شوف صار أنور، أولا يعني هي تشكيل الحكومة بحقيقة الأمور هي كان المفروض قبل أيام أنه تكون
الاجتماعات اللي أجريناها بصراحة بين القوى السنية والكردية كقيادات، يعني أتكلم ويا جنابك ومع الإطار، كان المفروض شهر الثامن يعني تبدي هاي المساعي حقيقة الأمر. صارت المظاهرات، سحبهم بسماحة السيد المتظاهرين، صارت قربة الأربعينية. للأسف هي كان المفروض يعني قبل كم يوم يكون حضور السيد نجربان البرزاني إلى بغداد مع سماحة يعني مع الرئيس محمد الحلبوسي وسماحة الشيخ خميس الخنجر، إضافة إلى السيد هادي العامري المجاهد هادي العامري، وأضيف إليه السيد حيدر العبادي، وممكن أن يضاف إليه السيد فالح الفياض في الذهاب إلى الحنانة بعد أن قدم الإطار، أعطانا إشارات أنه هو ممكن يقدم تنازلات. أول هذه التنازلات هو عدم ممانعته بإجراء انتخابات مبكرة يتفق على تاريخها ويتفق على تسلسلات أولية للنقاشات ولحين إجراء الانتخابات وانتخاب حكومة. ولكن الفاعل البريطاني الجديد الذي استلم الملف في العراق، يعني هذا جواب إلى حضرتك، تدري أنت الأمريكان يعني على مدى دراستنا وعلى التاريخ وعملنا السياسي عرفنا أنه الأمريكان، الأمريكي ما عنده سياسة، الأمريكي عنده يخطط شلون يحتلك وشلون يستعمل القنبلة وشلون يستعمل الهيدروجينية وشلون وشلون وشلون. البريطاني حتى بالاحتلال على زمن بعد العثمانيين بعد العشرينات وغيره كان دائما يعني نعم يستعمل السلاح، بس كان دائما الحوار عنده لغة الحوار والتخطيط أقوى من لغة السلاح. الفرق بين الجانب الأمريكي والجانب البريطاني، الأمريكي يستعمل السلاح، هاي يعني شبابنا خليه يعرفوها، البريطاني لا. من صارت المشاكل بالسنوات الأخيرة وبينت السياسة بقاطعك الأمريكية، أنت دارس التاريخ شيخ إبراهيم، لأن قسما بالله أنت قلت اللي قالوا أكبر المؤرخين يعني عبد الرزاق الحسني وغيره اللي حكوا بالفعل بريطانيا هالشكل، كانت تفكر باحتلالها لبغداد بعد 2017. أنا من أجدادي تعلمت ومن أجدادك اللي ذول المدارس العظيمة اللي شبابنا دا يتركوهم، هذول أجدادنا ذول عظام 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 تعلمنا منهم. طبعا أنا من علايم عمامي وأجدادي وأمي تقول لي من أنت صغير الله يذكرك بالخير يمه إن شاء الله من عمره على عمرك، تقول لي من أنت صغير تروح تقعد ويا الشياب، يا ولد الله يحفظه، تقول لي تقعد ويا الشياب. فأنا تعلمت، نعم درسنا، نعم اشتغلنا سياسة، نعم اشتغلنا علاقات خارجية، نعم. ولكن أستاذ أنور حتى شبابنا هذول الكريم حتى لا نظل نخليهم بالدماء وبس بالشعارات، خلي يعرفون أنه الملف الاقتصادي الدولي بالتحديد بعد طريق الحرير وبعد المناكفات اللي صارت بين دولة الكويت وبين باكستان وبين جمهورية إسلام إيران وبين العراق والفاعل الخليجي والأمريكي صارت خربطات هواية. جلس الفاعل البريطاني، ويمكن راح أقول لك يا وانت تعرفها، ترى هو اللي يحكم العالم، هو 11 عائلة أصلها يهودي قاعدة ببريطانيا تخطط لمئات السنين، فعرفوا أنه اللاعب الأمريكي بالسلاح مع العراقيين ما راح يشتغل، ذولا ولد الملحة، ايش راح يبذل لابن الناصرية لابن العمارة لابن التيار الصدري لابن الرمادي لابن الموصل، ما راح يقدر لهم. فالفاعل الدولي قال للأمريكي ستاند باي، اقعد استريح، الملف يمنا احنا بدنا نشتغل. فعلا بوادر الشغل البريطاني بدا يعني تبين نتائجه، وان كان بشكل يعني بطيء جدا دي المسه اللي عنده نظره ثاقبه. ولذلك وفاه الملكه إليزابيث خلتنا بحوارين، الحوار الاول بعثت على السيد النجرفان البرزاني، وبصراحه يعني اكو بهم اكو بعد يعني اسم اختاروا بس هو ما قبل يروح حتى لا يصير حساسية بالموضوع، قيادي زعيم سني مهم جدا كانت الدعوة إليه، لكن الرجل تحفظ عن الذهاب حتى لا يقولون هم تدري يلطشوا باشر عقبه يقولون عميل وراح. نجربان البرزاني صراحة من الشيخ خميس الخنجر له الرئيس الحلبوسي صراحة، لا الشيخ خميس الخنجر يعني تمت دعوة الشيخ خميس الخنجر لكن هو ما راح. نعم. حتى بس فسر لي اياها وضح يعني انا حتى انا تناقشت وياه قلت له ابو سرمد انت اخويا، بالعكس هذا تمثيل عراقي، قال لا شيخ انا اعرف ذولا راح يقعدون
وراح يقولون شوف اخذ اوامره من بريطانيا وراح يسوون وتدري هم قاعدين والله كفو من ابو سرمد والله والله جاي يحكي صحيح لا والله كفو من عنده قسما صح؟ بالله صح يعني دائما يعني حكمة صحيحة هو شوف استاذ انور كل قياداتك بالعراق انا من الناس دي يسمعوني اتناقش وياهم بنقاش حاد قوي انا مو مثل ذولا اللي يقعد العفو اي نعم اي سيدنا اي شيخنا ولي لا تحكي صير رجال واحكي لهم صدق لا تصير تستخنف فاقعد وياهم احكي بقوه فاعرف شيخ خميس قلت له قال لي تدري راح يدقون هيش قال راح يدقوننا طبل وقاعدين اعضاء برلمان كنا نتناقش على موضوع المصالحه وشلون نرتب الامور فقال لي تدري انت على كل شيء يدقوننا طبل فخليني قاعد وانا راح ابعث برقيه تعزيه عن طريق السفاره وتسلم الى السلطات البريطانيه هذا باسم العراق حتى قال ما راح ابعثه باسمك زعيم هذا تفكير قائد والله تفكير قائد هذا تفكير قائد يعرف مصلحه شعبه يعني حقيقه والله كفو من ابو سرمد اريد اسالك شيخ يعني شوف استاذ انور اذا بثواني شوف احنا ليش خايفين مو حتى اخواننا واهلنا بالطيف الثاني اللي عمامنا الشرجيه انا ما اقول سنه وشيعه خلي يقول انا بعدني على اجدادي خلي عمامنا الفرات اوسط والشرجيه يعرفون البارحه والله شوف احنا ليش دائما متحذرين من هذولا البارحه كانت باحد القنوات وكان حوار هادي وكان وياي ضيف من الاطار واكو علي ضيف ثاني من الشمال فايضا يعني تدري ممكن يجي محلل عدة اسرار يجون ذولا يسمع منا ويجي يطلع بصراحه احكي لك اياها انا اعرفهم كلهم يطلعون يقوم يصفطون حكي ويجيبون منا ويطلع لكن من يجيك واحد يعطيك اسم وموقع وحقيقه وصار وكان لابس هذا مطلع واني ما احكي حكايه اذا مو قاعد عليهم هذه حقيقه خلصنا الحوار بكل هدوء بكل هدوء والله استاذ انور اقسم بالله كل هدوء نزلنا بالريسبشن بدنا نتناقش انا وياه قلت له انت وين تيدون اخي المشكله بينكم وبين سماحه السيد يعطيكم تنازلات قطوا تنازلات جاب حكي ودي حكي جرح كرامتي وأذاني وانا من البارحة واليوم متمرض والعبرة خانقتني يعني اتحفظ عن ذكر اسمه يقول لي يقول هسه اقول لك يا انا اخو عبده ما اخاف يقول لي زين بياقنا بياقنا البارحة مو انا خاف مقامك محفوظ بسرد اقول لك مقامك محفوظ بما انت ضيف وهو ضيف كان يفترض ما يتجاوز حقيقة مقامك محفوظ شيخ لا يقول لي مو زين جينا حررناكم قلت له تخسوي خسه شاربك انت ما حررتنا انت اجيت انت مطلفح وبعدين انت ما حررتنا انت ما حررت قال حررت مدنكم قلت له خسه شاربك انت حررت العراق انت عراقي لو بلدك الناصريه والعماره قال لا عراقي قلت له اذا نحكي باسم العراق قال لا نحكي باسم الطائفيه وموجوده المقدمه مال البرنامج اسالها سؤال على اذا تحب على الهواء اعطيك اسمه او تيد برا البرنامج لا حتى لا ما يستحق قلت له ود لسانك بذكر اسمه ما يستحق اذكر اسمه والله وقاعده الست المقدمه بالريسبشن قالت له لا استاذ فلان ما يصير هاي راح احكي طائفي فباوع استاذ انور قصدي وين تقعد وتحكي وياه وتاكل وتشرب وما تحس الا لدغك بطلوا لدغ قلتلوش كم واحد تطلعون بالفضائيات بطلوا من 50,000 و 100,000 استحوا على شواربكم وروحوا موتوا بشرف لا تموتون بلواقه وتقمزون مثل الكناغر لا اله الا الله شيخ اريد اسالك سؤال بصراحه يعني انا ما سالك عن او ما سامع لك تحكي عنه شو تقيم شخصيه الرئيس نيجير فان بارزاني بصراحه يعني انا والله انا يعني اتمنى عندنا هيك رئيس حتى اكون صادق وياك انت شلون شفته اكيد التقيته وقاعد وياه شو تشوفه شو تحسه طبعا اظن اللقطات زي المخرج من يحكي طبعا انا ملتقي ويا الرئيس ابو مسرور وملتقي وياهم كلهم يعني ما اريد احدد اسماء ومو لقاءين بروتوكوليات لا نوبات تقعدون حتى يقول لي انت لسانك قوي لسانك هيك يسوي لي لا الرئيس نيجير فان شوف يعني عندك فد 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 يعني اطباع وعنده روح القياده هو يحكي لك بالكرديه باو عليه معب ويقول لك اني كردي حقه. ومن حقي ادافع عن قوميه الكرديه صح. ولكن اني عمق عراقي يعني شوف استاذ نيجير فان البرزاني مره انا وياه بنقاش قال لي كلمه قلت له زين انت دائما الانفصال 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 زين استاذ نيجير فان يا
يعني انت مقتنع انه تنفصلون؟ ما اريد اجاوب جواب القاله، ولكن فهمت فيما بعد انه هو يقول اني اتمنى يبقى عمق عراقي، لان بعراقيتي وكرديتي انا راح اكون قوي، لكن اذا كنت وحدي بكرديتي الايراني راح يحاربني، والتركي راح يحاربني بتصدير النفط، والايراني راح يحاربني بالزراعه وبالمياه وبغيره وبالتنميه الصناعيه، والتركي راح يحاول يكسر ذراعي ويخليني تحت ابطه، لكن انا من تكون مرجعيتي عراقيه، عراقيه خالصه مو طائفيه، ونتعاون فيما بيننا ونصف الخلافات 140 النفط والغاز ال 48 الغيرها، قال انا هسه ايش قد قوي راح اقوى القاط 10، وقال صح. اني ابكي نوبات من اشوف بنت النجف والحشد الشعبي والجيش العراقي نسائهم ما عندهم حقوق، ومن نشوف أهل البصرة اللي دناكل من عندهم ما عندهم ما يحلو، ومن نشوف أبو النجف وكربلة يعني بعض الأحيان بأوضاع مو حلوة يعني معيشية مو حلوة يعني. قال أنا أتألم، فقال أنا وين أحنا هذا وين وضيف ضيف الباحل وياك وين الرئيس الجرمان وين وضيف الباحل طافية وين استاذ انور اني عن طريقك وبلكت هذا توصل اخوان بالمونيتير يقطعون هذا المقطع اللي دا احكي ويوزعوه يا اخوان يا فضائيات اذا تحبون الله وتحبون العراق وتحبون الحسين وتحبون سيدتي وامنا وبيبيتنا وجديتنا فاطمة الزهراء وتيدون نعيش بسلم اكو 4-5-6 طائفيين ذول دا ياخذون منكم اجور لا تستضيفوهم دا يحكون بالطائفية لا تستضيفون واحد يسوي نعرات لا تستضيفون واحد يحكي ضد التيار الصدري لأن هو إطاري أو يحكي ضد الإطار لأن هو تياري جيبوا عراقيين شلون احنا كنا قبل ويا آبائكم ويا آبائنا عايشين ما نعرف السني من الشيع من غيره ذولا طارئين ذولا ياخذون يجي يظل يصف الطائفية حتى يروح يم فلان الفلاني يقول له اليوم أنا حكيت هيك وقلت عسلنا هيك لا يخسر شاربك وشارب أبوك وشارب جدك وأنا بنصك ببغداد وذا تزلمة تعالي لا تحكي بالطائفية احكي بالعراق ويهبى ويتعداها أكثر بعد أرد أسألك شيخ إبراهيم حكيت ويا حجي هادي ويا قياداتهم قلت لهم ذولا ليش دي يحكون بالنعرات الطائفية باوع استاذ نور المالكي حجي هاد العامري حتى شيخ قيس الخزعلي قالوا احنا مراضين عليهم والله هم يطلعون باسمنا واحنا مراضين ونزلنا كتب ونزلنا بيانات قلنا ذولا ما يمثلونا وهاي حقيقة الناس يعني حقيقة يعني كقيادات هم ما يهمهم نعم كقيادات إطار قيادات هم تيد السلم وتيد الوئام وإلا أقول له يعني شلون تسمحوا لهم يقول حرية الرأي وهسه شوف الموديل الجديد استاذ أنور شو يطلع لك رئيس مركز الأحمر للدراسات رئيس مركز الأسود للاستراتيجية رئيس مركز المدري شنو للخبرات الأمنية واليوم أني قاعد ويا أستاذ مهند يمكن الهلالي أو شيء رئيس نقيب أكاديميين العراق باوع نقيب أكاديميين العراق اللي هم كلهم دكاترة وبروفيسورات ومنظومة علم غير طبيعية هذول ما عندهم مركز دراسات ويجيني واحد مخلص لأول متوسط وكان جند يعني كان ما ادري ايش يشتغل ويقول لك رئيس فرار مركز فرار كذا زين منو خبراء كان فرار 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 ويقول لك رئيس مركز كذا فهذول المفروض الاعلام ينتبه دي السعان الشيخ جبار العيساوي جبار عجاج هم يخصك بالسلام الله يحفظك يقول يا بس بلغونا احنا اهل الصحوات اهل العراق اهل الكذا هو ولا شيخ عبد الرحمن ولا نعيم لقوم ولا غيره على آني خادمه أنا خادمه حبيبي الله يسلمهم عمامي يسلم. الأبطال وحاربوا الإرهاب قبل ما يحارب الإيراني والأمريكي حاربوا هم واستشهدوا قال وناس من دفاعا عن العراق أيوة نعم شيخ إبراهيم أريد أسألك سؤال قاتلنا وحاربنا ولا زلنا نقاتل إن شاء الله بارك الله بك ويحميك ويسلمك شيخ إبراهيم أريد أسألك سؤال هل بالفعل انه سمحت السيد مقتدى الصدر ما عنده مانع ان يلتقي الحاج هادي العامري او وفد قد يكون يعني الرئيس نيجيرفان بارزاني والرئيس يعني الحلبوسي والشيخ الخنجر هل اكو هذه النيه بالفعل يعني وش وقت ان شاء الله تصير شوف انا البارحه يعني هذه خطوه بالعكس يعني هل تصير قبل 1/10 لو ورا 1/10 بس اريد نعرف يعني لا
البارع هذا هم راح يرجعني هم هذول اللي يطلعون يربكون الحال يراهنون على يوم 22 يوصلون رسائل لبعض القيادات اللي ما تحترمهم حقيقة ما تحترمهم. هسه بيش يراهنون يوم 28 المحكمة؟ انتهى الموضوع. جماعة الأخوة في التيار الصدري جلسة قصدك يوم 22 قانونية. جلسة نعم 28 قانون مالهم ليش؟ لأن هو بإرادته قدم الاستقالة وبإرادته يعني طلب الإعفاء ووقعها رئيس مجلس النواب وطلبوا الإعفاء وصادقوا عليها وإجا البديل قانونا انتهى. إضافة إلى زعيمنا وحبيبنا وأخونا سماحة السيد مقتدى الصدر قال لا عودة حتى وإن عادوا لا عودة. يعني قصده شنو؟ إن عادوا المحكمة عادتهم فلا عودة للبرلمان إلا بحل البرلمان. ولكن يعني بهاي ال 24 ساعة باتصالاتنا واتصالاتي أنا يعني سألت ليش التأخير تعالوا، فبصراحة عرفت أنه على عودة السيد نجرفان البرزاني اللي هي راح تكون بكرة مساء، بكرة المساء وبعد المساء راح يدخل الأربيل يعني من بريطانيا يجي عده روح لدولة أخرى وراح يجي لبريطانيا. أيضا سماحة يعني شخصيات أخرى راح تتوالف بأربيل وراح يكون القدوم خميس أو جمعة البغداد وراح تكون اجتماعات بإذن الله راح تكون الله. أنا أخذت إشارات من التيار الصدري سماحة السيد مقتدى الصدر أعزه وحفظه الله رسالته كالآتية مو على لسانه لكن أنا هاي استشفيته وعرفته أنه أنا مع السلم ومع الإصلاح ومع العراق ومع وحدة العراق ولكن بدون فاسدين وبدون فرض شروط. أنا طالبت بالأخوة بحل البرلمان قال وصلتني بطريقة أخرى إشارة أنه هم أيضا أيدوني بحل البرلمان. ردنا بعض الملفات نتكلم بها أيضا وافقوني. إذن ما زال أكو فتحوا إيديهم أنا وإن مددوا للسلم وإن جنحوا للسلم فجنح له. أنا جانح للسلم لأن أني مقتدى ابن محمد صادق الصدر يرجع نسلي لإمامنا الحسين وللنبي محمد عليه الصلاة والسلام. اللي يجيني للسلم أجي وأنا مع العراقيين جميعا. فأبو هاشم أنا أعتبره هو صمام وأيضا قيادات الإطار المعتدلة المتمثلة بالحاج هادي العامري ومن معه حيدر العبادي فالح الفياض سيد الحكيم أيضا باليوم غير رأيه وقال احنا ما عندنا مانع نلتقي بالسيد. احنا القيادات لا تخاف من عندنا الأستاذ أنور كقيادات لأنه يدرون إذا انضر العراق أول ما ينضرون هم إذا صح. صارت مشاكل بالعراق أول ما تهدد كراسيهم وبالتالي التاريخ ما يرحمهم. فطالما الطرفين الآن وصلتنا وعن السنة أنا أقولهم الرئيس الحلبوسي والشيخ خميس الخنجر ومن معهم وباسم سيادة نحن معكم قالبا وقالبا للسلم الأهلي بشرط أن تكون هناك تنازلات من هذا الطرف لذاك ومن هذا الطرف لهذا وطاولة مستديرة ونمضي. حتى الأخوان يعني اليوم قالوا لي ما عندهم مانع إذا اتفقنا على باقي الشروط نقبل بيبقى بالكاظمي لكن بشروط. وإذا طلع السيد الكاظمي وجبنا غيره هم التيار يقول عندي شروط أكون ما يغير مفوضية الانتخابات الصالحة ولا يغير الأجهزة الأمنية ولا يغير الأمور اللي اتفقنا عليها. عندنا المادة 76 63 73 هذا النقاشات نتفاهم بها ونمضي على بركة الله ورسوله الكريم محمد. والله بارك الله بكم. بس يعني المبدأ حل البرلمان المبدأ اللي جاي تمشون فيما بعد فيما بعد لا استاذ انور فيما بعد يعني شوف راح اسلسل لك اياها بثواني وعلى الحلقه الجايه راح اطمع بكرم البحمدان تعطيني شويه وقت اكثر. ابشر ابشرك بالخير. راح يصير شنو؟ الاكراد عندهم موضوع ال 140 وقانون النفط والغاز خلافات من 2007 الى الان احنا بيه. احنا السنه وأنا اللي فتحت هذا الملف حقيقة ملف جاسم العيساوي وثجيل العبيد اللي انكتلوا ابن السنة بكتابة الدستور بال 2004-5 تحت المحتل الأمريكي. مو تقول المريض محتل، الدستور انكتب تحت المحتل وكو 21 مادة ثبتها الأمريكي النقص. فأحنا نريد نناقشها كسنة ونطلع منها إضافة إلى المهجرين والمغيبين والمخبر السري والسجناء العراقيين
السنة المظلومين هذول أنا على مسؤوليتي أعرف مئات وأنا من ضمنهم اللي تعذبت مخبر سري. هاي ضرورية بعد ما نتنازل عنه. هاي اثنين. الإطار مين خايف؟ الإطار. الإطار يقول لك خاف التيار الصدري يستلم حكومة ويبعدني ويهمشني ويجيب قيادات بحجة ملفات فساد ويحطهم بالسجن. إذا صار عندنا ثلاث مشاكل. تمام انا على اسئلك شيخ انا انتهى الوقت مرتكزات شيخ انتهى الوقت والدليم حقكم على راسي حقين وثلاثة انتوا عمامنا والنعم منكم ابطال وكرام بس سؤال اخير ايلو لا سيد الحلبوسي ماكو هالايام يعني لا يشوف لاي نشاطات مسافر لو بالرمادي لو بغداد ماكو ابد يعني صار له تقريبا 10 ايام ما جاي يشوف بنشاطات موجود 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 أي لا موجود أريد نشوفه بين الرما يعني بالرمادي بين الناس يعني هم صار لابد مبتعد وأنا أشكرك تحياتي إليك وكل عمامنا وهنا وبارك الله بيك ويسلمك والشيخ إبراهيم الدليمي يعني البحمدان اليوم هم قالوا سلموا لي عليه قلت لهم بعد ما أقولكم طالعوا يا أستاذ أنوار شكل ما أطلع خاف الفضائية يقولك سواها البحمدان الله يسلمك بعد ما أقولكم بطل الله يسلمك ويسلمهم كلكم عمامي وهلي شكرا جزيلا رصدنا مستمر السلام عليكم